الإله الواحد. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس معكم جميعا. ومع روحك أيضا. نلتقي اليوم مجتمعين مع بعضنا البعض بذكرى استشهاد اللواء فرانسوا الحاج حتى نصلي من أجله ومن أجلنا نحن. بهذه الكنيسة اللي كان هو يجي يصلي فيها كل يوم الساعة 7:30 الصبح. هو راي على شغله، هو عم يتأمل بكلمة الرب حتى يكون وفي للرب يلي خلقه ولهالبلد يلي هو عم بيعيش من أجله، لهالوطن يلي استشهد كرماله. بدنا نتحدر حتى نعيش هذا القداس طالبين من الرب أنه يرحمنا، معترفين أنه نحن خاطئين، مش دايما مشينا على درب الرب ولا على درب المحبة ولا على درب الوفاء للرب وللوطن. خلينا بوقفة صغيرة من الصمت كل واحد بيناتنا يرجع لزيته، يعترف أنه هو خاطئ ويطلب الرحمة من الرب. يا يسوع المسيح، أعطيتنا كلمة الإنجيل حتى تقودنا على درب الحياة. لكل مرة ابتعدنا عن كلمة الرب بحياتنا وفضلنا كلمة البشر، نطلب منك أنه تسامحنا. يسوع المسيح، تدعينا دائما الى الاختلاء والصلاة. لكل مرة ابتعدنا عن الصلاة، لكل مرة عشنا قداسنا باللامبالاة، نطلب منك انه تسامحنا.
يسوع المسيح، خلقنا بالمحبة ومن أجل المحبة، وعطيتنا خي الإنسان حتى وقتا نحن منحبه نصير نشبهك أكثر وأكثر. لكل مرة درنا ظهرنا للمحتاج وما عرفنا نوقف قدام المسكين، نطلب منك أنه تسامحنا. رحمنا الله القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية، آمين. لنصلي. اللهم إن شعبك يتطلع إلى مولد المسيح، فمن عليه بأن يبلغ ذلك اليوم السعيد ويبتهج بعيد الخلاص العظيم بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك معك ومع روح القدس إلى دهر الداهرين، آمين. رح نقعد تنسمع مع بعضنا كلمة الرب. رح بطلب من الجنرال سليم. قراءة من سفر أشعيا النبي. ستفرح البرية والقفر، وتبتهج البادية وتزهر كالورد، تزهر إزهارا وتبتهج ابتهاجا مع ترنيم. قد أوتيت مجد لبنان وبهاء الكرمل والشارون، فهم ينظرون مجد الرب وبهاء إلهنا. قووا الأيدي المسترخية وشددوا الركب الواهنة، قولوا لفزيعي القلوب تقووا لا تخافوا، هوذا إلهكم، مكافأة الله حاضرة، هو يأتي ويخلصنا. حينئذ تتفتح عيون العمي وآذان الصم تتفتح، وحينئذ يطفر الأعرج كالأيل ويترنم لسان الأبكم، إذ قد انفجرت المياه في البرية والأنهار في البادية، والذين فداهم الرب يرجعون ويأتون بترنيم، ويكون على رؤوسهم فرح أبدي، ويتبعهم السرور والفرح، وتنهزم عنهم الحسرة والتأوه. كلام الرب. الشكر لله. تعال يا رب، تعال وخلصنا، تعال يا رب، تعال وخلصنا. الرب يمسك المظلومين ويرزق الشائعين، الرب يخلي سبيل المعتقلين، الرب يفتح عيون المكفوفين. تعال يا الرب يقوي
إنه يؤيد الأرملة واليتيم ويسلك الأشرار سبيل الضلال. تعال يا رب، تعال وخلصنا. قراءة من رسالة القديس يعقوب الرسول. أصبروا أيها الإخوة إلى يوم مجيء الرب. انظروا إلى الحارث كيف ينتظر غلة الأرض الثمينة، فيصبر حتى يجني باكورها ومتأخرها. فاصبروا أنتم أيضاً وثبتوا قلوبكم، فإن مجيء الرب قريب. لا يتذمرن بعضكم على بعض أيها الإخوة لئلا تدانوا. الديان واقف على الأبواب. اقتدوا أيها الإخوة بالأنبياء الذين تكلموا باسم الرب في جلدهم وصبرهم. كلام الرب. الشكر لله. هللويا 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 هللويا. إن روح السيد الرب علي، الرب أرسلني لأبشر المساكين. هللويا 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 هللويا. الرب معكم ومع روحك ايضا. فصل من بشارة القديس متى الإنجيلي البشير. المجد لك يا رب. في ذلك الزمان سمع يوحنا في السجن بأعمال المسيح، فأرسل تلاميذه يسأل بلسانهم: أأنت الآتي أم آخر ننتظر؟ فأجابهم يسوع: اذهبوا فأخبروا يوحنا بما تسمعون وترون. العميان يبصرون، والعرج يمشون مشيا سويا، والبرص يبرؤون، والسم يسمعون، والموتى يقومون، والفقراء يبشرون، وطوبى لمن لا أكون له حجر عثرة. فلما انصرفوا أخذ يسوع يقول للجموع في شأن يوحنا: ماذا خرجتم إلى البرية تنظرون؟ أقضية تهزها الريح؟ فماذا خرجتم ترون؟ أرجلا يلبث ثيابا ناعمة؟ ها إن الذين يلبثون الثياب الناعمة هم في قصور الملوك. فماذا خرجتم ترون؟ أنبيا؟ أقول لكم نعم، بل أفضل من نبي. فهذا الذي كتب في شأنه: ها أنا ذا أرسل رسولي قدامك ليعد الطريق أمامك. الحق أقول لكم، لم يظهر في أولاد النساء أكبر من يوحنا المعمدان، ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أكبر منه. كلام الرب. لك تسبيح أيها المسيح. هللويا 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 هللويا
أيها الإخوة الأحباء، بالتأس اللاتيني نحن نلبس التوب الفيولي وقت من قدس خلال زمن المجيء، يلي هو زمن توبة وتحضير حتى نقدر نعيش الميلاد تجسد ابن الله سيدنا يسوع المسيح. بقلب هيدي المسيرة بزمن المجيء، بثالث أحد يلي بيسائب اليوم، الكنيسة تدعونا إلى الفرح، لأنه ببلش القراءة الأولى ستفرح البرية والقفر. الفرح لأنه الرب آتٍ من أجل خلاص كل واحد بيناتنا. وحلو كتير اليوم أنه نحن نسمع بالقراءة الأولى بسفر أشعيا أن مجد لبنان أعطي للرب، معناتها أنه الرب اختار لبنان بكل ميزاته حتى يكون هذا البلد يلي بيقدر يعبر بطريقة أو بأخرى عن وجود ملكوته على الأرض. مش حتى نتغنى بلبنان ونحكي كلام فارغ، لأنه تعودنا كثير على الكلام الفارغ، بس الرب وقت يتكلم يتكلم من أجلنا نحن، من أجل أنه نحن نعرف أنه عنا رسالة كثير كبيرة بهذا البلد، وأنه علينا نتجاوب مع هذه الرسالة ونبني وطن بيعبر عن وجود ملكوت الرب بقلب شعبه. ويقول الرب جوابا على السؤال يلي بيسأله يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان كان بالحبس، كانوا وقفوه لأنه كان بيقول دائما كلمة الحق، زعجوا الكبار، قالوا تعال حبيبي بدي حطك بالحبس. ما كان مسترجي يقتلوا الملك بوقته لا يوحنا المعمدان، لأنه كان يخاف منه، لأنه الإنسان وكل إنسان بطريقة أو بأخرى بيخاف من الحق. حطوا بالحبس ليوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان بلش يشوف طيب شو عم يعمل يسوع، كيف عم يتصرف يسوع، وشايف أنه يسوع خلافا عن كل الكبار بهذا العالم عم يتصرف بتواضع بمحبة، عم ينتبه على الآخرين وعلى الصغار، لدرجة أن يوحنا المعمدان قال كيف بده يبني ملكوت الرب بهذه الطريقة. وبعت الرسل يلي عنده وقال له اسألوا ليسوع أنه هل أنت يلي نحن ناطرينك، لأنه نحن ناطرين إله مختلف، ناطرين شوي صغيرة حدا يجي يهز العصا للكل، يجي خربت الدنيا يرجع يبني ملكوت الرب بطريقة مختلفة، يمكن حتى يجبر العالم أنه يتصرفوا بطريقة يمكن تتناقض مع الحرية اللي الرب عطيهن إياها. ويسوع بيجاوب بذات الكلمات يلي سمعناهم بالقراءة الأولى، وبقال له روحوا خبروا ليوحنا يلي عم تسمعوه عم تقشعوه، العميان عم يقشعوا، العرج صاروا عم يمشوا، والبرص صحوا، والصم صاروا عم يسمعوا، والموتى يقومون، والفقراء يبشرون. معنيتها قال له ليوحنا المعمدان، قال له أنا جيت حد إلى الخطيئة بين البشر، جيت حد إلى الخطيئة بين البشر والرب. الرب ما بيقبل أنه الخطيئة تكون حاجز بينه وبين الإنسان، والرب ما بيقبل أنه الخطيئة تكون حاجز بين بعضنا البعض. قال له أنا جاي من أجل هيدا الشيء، أنا مني جاي حتى أجبركم تغيروا حياة، بس جاي أنا أقترح عليكم أنه تعوا أنا وياكم، بقول الرب يسوع المسيح، تعوا نشيل الخلاف يلي موجود بيننا وبين الرب، تعوا نشيل الخلافات يلي موجودين بيننا وبين البشر، تعوا نفتح صفحة مليئة بالحياة لأنه أنتوا ولاد الحياة وانخلقتوا بالمحبة. كلمات يسوع المسيح مش رح يودوا ولا بوقته ولا بودوا بوقتنا نحن. بوقت صلبوا ليسوع المسيح، بوقتنا نحن كلماته منحطهم كتير اوقات على جنب لانه منفضل منطق الرب، بس بدل يجي اشخاص بحياتنا بيرجعوا بيدلونا على الطريق، بيدلونا على اللي هو الوفاء، الوفاء للرب ولدعوه الانسان والوفاء للانسان. يوحنا المعمدان كان واحد منهم، بس سمع
كلمة يسوع المسيح فهم أنه في منطق آخر بدنا نمشي فيه. وساعتها كان مستعد يوحنا المعمدان أنه يموت، أنه يموت لأنه في حرية معينة مدعو عليها الإنسان، لأنه بقلب هذه الحرية في اللقاء مع الآخر، بقلب هذه الحرية في اللقاء الحقيقي مع الرب. يوحنا المعمدان بيرجع بيكتشف أنه ربنا جاي يقمع من حياتنا يلي هو بيفرقنا عنه وعن بعضنا البعض، مش جاي يفرض علينا أي نظام أي تفكير معين غير يلي ربنا زرعه بقلبنا من وقت ما نحن خلقنا وقبل ما نحن نخلق أنه نكون أبناء المحبة. والحرية بتعني مش أنه نعمل يلي بدنا إياه، حرية بتعني أنه كل واحد بيناتنا يكون حر من كل شيء بيمنعه، من كل شيء بيمنعه أنه يكون بحقيقته. ونحن حقيقتنا هي المحبة، حقيقتنا هي السلام. وإذا منتطلع ومنحط كل الأديان على جنب ومنتطلع كل واحد بيناتنا بقلبه شو يلي بحركه من الداخل، شو يلي بخليه يتطلع صوب الإنسان، هي المحبة بتبقى. كل إنسان مجروحة محبته بيجرح محبة الآخرين، كل إنسان انجرح بحياته بيجرح الآخرين. معناتها كلمة السر إذا بدكم يلي بتعمل الإنسان وتخلي الإنسان هي المحبة. والمحبة ما فيها تكون إلا على مقياس يسوع المسيح. وهون بذكر استشهاد لواء فرانسوا الحاج، أنا ما فيي أرجع إنه أرجع أفكر بكل الشهداء يلي نحن عنا إياهم، إذا كان بالكنيسة، إذا كان بالوطن، إذا كان وين ما كان بالعالم. في ناس آمنت، آمنت إنه في قيمة أكبر وأعلى من الحياة يلي هي حياة الآخر. يسوع المسيح وقت بيجي بيموت من أجلي على الصليب بيقول لي إنه قيمتك بالنسبة لي هي كتير كبيرة حتى أنا موت كرمالك. مشان هيك يسوع بيقولنا ما في حب أعظم من أن يبذل الإنسان نفسه في سبيل أحبائه. مشان هيك كل شهيد هو بيعرف بمطرح من المطارح، لأنه تغذى وتشرب من معنى المحبة للآخرين، تغذى وتشرب من معنى الإنسان والعلاقة بالإنسان الآخر. فهم إنه في قيمة أكبر منه، في قيمة أكبر منا نحن، أكبر مني أنا، يلي هي حياة الآخر مين ما كان يكون هذا الآخر. وقت يسوع على الصليب مات ما قال لي أنا بموت كرمالك لأنه أنت بتستاهل. وقت استشهد فرانسوا الحاج ما قال أنا بموت كرمالك لأنه أنت منيح، استشهد لأنه في إيمان بوطن، لأنه في إيمان بإنسان عايش على هذا الوطن بحق له أنه يعيش بكل كرامة. فقط القائد يلي بيروح أمام جيشه، وفقط القائد يلي مستعد أنه يستشهد مع الآخرين بيكون قائد بحياتنا نحن. لأنه منشوف كتير ناس، كتير ناس من محلاتهم بيحكوا بيشيلوا بحطوا، من محلاتهم ما بيعرفوا يعملوا قيمة للإنسان لأنه ما بيعرفوا قيمة نفسهم حتى. مشان هيك صرخة اليوم هو صرخة نحو فرانسوا الحاج وكل شهداء الجيش. نحن عم نصلي لهم مزبوط، بس هن بديار الرب. نحن منطلب منهم هن أنه يصلونا ويعلمونا معنى الحياة، ويعلمونا معنى الاستشهاد، يعلمونا معنى التضحية، معنى الشرف والوفاء، حتى نحن بدورنا نقدر نبني شيء من ملكوت الرب على الأرض، حتى فعلا مجد لبنان يعطى للرب ولكل إنسان، حتى نقدر نحن بدورنا نشيل الخطية من حياة البشر. لأنه إذا إجا يسوع المسيح بمغارة بيت لحم، بمغارتنا نحن اليوم وببيوتنا نحن اليوم، هو حتى يقلنا أنه أنا جاي مثل المحبة يلي بتنجرح بسرعة، جاي حتى أطلب منكم تحموها لهذه المحبة، تعطوا زيتكم لهذه المحبة، لأنه فقط المحبة تحرص أنه نحن نعيش كرمالة ونموت كرمالة. اليوم دماء الشهداء، إذا كان يوحنا المعمدان، إذا كان دم يسوع المسيح، بيلتقي بدم كل واحد من شهدائنا وبيصيروا واحد مع بعضهم البعض. مشان هيك نحن فينا نعتمد اليوم على عائلتنا يلي بالسماء، يلي بتضل تطلع فينا، يلي دعوتها هي انه تضل تذكر الرب انه نحن موجودين، نحن بحاجه للخلاص يلي يسوع المسيح بيعطينا اياه. يا اخوتي ما حدا بيترك هذا العالم لوحده،
كل واحد بيناتنا حياتنا مؤلفة من اللقاءات يلي منعيشها مع بعضنا البعض. شهدائنا أخذوا معهم أمام الرب شقفة من عيالهم، شقفة من هذا الوطن، ووضعون أمام الرب. علينا نحن أنه نعيش الوفاء لهذا الدم ونعطي زيتنا وكل زيتنا، حتى مثل ما كنت عم بقول قبل، مثل ما سمعنا بالقراءة، أنه مجد لبنان يعطى فعلا للرب ولكل إنسان موجود على هذه الأرض، مثل للتعايش مع بعضنا البعض وللمحبة. آمين. نؤمن بإله واحد، ساوٍ للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يشهد له ويمشل، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترشى قيامة الموت والحياة في الدهر الآتي. آمين. أيها الإخوة والأخوات الأحباء، تدعون الكنيسة في هذا اليوم الأول من الأسبوع إلى الفرح والابتهاج، ونحن ننتظر بشوق مجيء الرب ليخلصنا، فلنسرع إلى لقائه ولنرفع إليه كل احتياجاتنا وأمانينا. قد أنعم الرب كنيستنا ووطننا برجال قدموا زواتهم قربانا على مذبح الوطن، نخص بالذكر منهم شهيدنا الوفي لواء فرانسوا الحاج ومرافقه الرقيب الأول خير الله هدوان، الذي تقدم هذه الذبيحة تخليدا لذكراهم، ألا تقبل أرواحهم الزكية والتقدمات المقدسة، ومنحنا نعمة الإيمان لتلك القيم المبنية روحية التضامن والتخلي والوحدة والاقتداء. نسألك يا رب. Très cher Jeudeau François, prie avec nous auprès du Seigneur pour l'avenir de notre pays. Seigneur, nous te prions pour les personnes malades, les personnes âgées, toutes seules. Nous te prions aussi pour les pauvres qui sont proches de la famille, pour les orphelins et les enfants en manque d'affection. Nous faisons appel à toi, Seigneur, pour qu'ils éprouvent votre présence au milieu de leurs souffrances. Seigneur, nous te prions. Kyrie eleison. مثل ما قالت القديسة تيريزا طفل يسوع، أنا لا أموت بل أدخل الحياة. يا رب كن مع جدي البطل ورفقاته بالجيش اللبناني ليغدرونا، نحن الحياة الأبدية حدك يا يسوع، وبطلب منك يا رب إنه تفيد نورك على وطننا لبنان، نور عقولنا وقلوبنا وساعدنا لننعب بالسلام والمحبة والأمان. إلك يا رب نطلب ومنصلي.
أيها الآب الأزلي، إنك هكذا أحببت العالم حتى أرسلت لنا ابنك شافياً ومعزياً ومخلصاً. اجعل فرحنا كاملاً ونحن نتأمل بعظمة محبتك لنا، فننشد لك كل مجد وإكرام. أنت الذي تحيا وتملك إلى دهر الداهرين. آمين. في ملكوتك اذكرني يا رب حين تأتي في ملكوتك. في ملكوتك اذكرني يا حين تأتي في ملكوتك. طوبى للفقراء بالروح فإن لهم ملكوت السماوات. طوبى للودعاء فإنهم يرثون الأرض. في ملكوتك اذكرني يا رب حين تأتي في ملكوتك. فإنهم يعزون. طوبى للجياع والعطاش إلى البر فإنهم يشبعون. في ملكوتك اذكرني يا حين تأتي في ملكوتك. لنصلي. ليت يا رب نقدم لك دائما قربان خدمتنا هذا، به يتم السر المقدس الذي أنشأته أنت، وبقوته نجتني الخلاص الأكيد بالمسيح ربنا الذي يحيا ويملك إلى أبد الدهور. آمين. الرب معكم. ومع روحك أيضا. لنرفع قلوبنا إلى العلا. إنها لديك يا الله. لنشكر الرب إلهنا. ذلك حق وعدل. إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها الآب القدوس بابنك الحبيب يسوع المسيح ربنا، فهو الكلمة الذي خلقت به كل شيء، والمخلص الفادي الذي أرسلته إلينا متجسدا بقوة الروح القدس ومن مريم العذراء مولودا، هو الذي جاء ليتم مشيئتك ويقتني لك شعبا مقدسا، فبسط يديه على الصليب ووطئ الموت وبشر بالقيامة. لذلك إننا مع الملائكة ومع جميع القديسين نشيد بمجدك بصوت واحد هاتفين. قدوس قدوس الرب القوي إله الصالح.
الحمد أتاني من مجدك العظيم وشعنا في العلا في العلا مبارك الآتي باسم الرب مبارك الآتي باسم الرب وشعنا في إنك لقدوس أيها الآب ينبوع كل قداسة فنسألك أن تفيد روحك على هذه القرابين ليقدسها فتتحول من أجلنا إلى جسدي وإلى دم يسوع المسيح ربنا فهو حينما أسلم نفسه للآلام طوعا أخذ خبزا وشكر ثم كسر وناول تلاميذه قائلا خذوا فكلوا من هذا كلكم هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وناول تلاميذه قائلا خذوا فاشربوا منها كلكم هذه هي كأس دمي دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا اصنعوا هذا لذكري هذا سر الإيمان إننا نبشر بموتك ونعترف بقيامتك إلى أن تأتي يا رب لذلك فيما نحيي ذكرى موت ابنك وقيامته نقدم لك أيها الآب خبز الحياة وكأس الخلاص ونشكرك على أنك أهلتنا لأن نمثل أمامك ونخدمك نبتهل إليك خاشعين نحن الذين نشترك في جسد المسيح ودمه كي يجمعنا روحك القدوس ويوحدنا اللهم اذكر كنيستك المنتشرة في المسكونة كلها وبلغها كمال المحبة مع حبرنا الأعظم البابا فرانسيس وبطريركنا بطريركنا بطرس الراعي ومتراننا سيزار مع سائر الأساقفة والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات وسائر الإكليروس أذكر يا رب عبدك اللواء المرحوم فرانسوا ورفاقه وشهداء الجيش وموتاه جميعا الذين دعوتهم من هذا العالم إليك وهب لهم كما تشبهوا بابنك يتشبه فيه بموته ويكون به شبيها في قيامته أيضا أذكر إخوتنا الذين رقدوا على رجاء القيامة وجميع المتوفين والمنتقلين إلى رحمتك اجعلهم ينعمون بنور وجهك البهي وإياك نسأل أيضاً أن تسبغ مراحمك علينا أجمعين وأن يكون لنا نصيب في الحياة الأبدية مع القديسة مريم البتول والدة الإله والقديس يوسف خطيبها العفيف ومع الرسل الأطهار وجميع القديسين الذين أرضوك جيلاً بعد جيل فنسبحك ونمجدك إلى الأبد بابنك يسوع المسيح فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الأبور آمين وهلأ كعيلة وحدة بيجمع روح الرب منصلي مع بعضنا الصلاة يلي علمنا إياها سيدنا يسوع المسيح أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك
كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك السلام أستودعكم سلام أمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، فتنازل وأولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك أنت الحي المالك إلى دهر الداهرين. آمين. ليكن سلام الرب معكم دائما ومع روحك أيضا. إخوتي وأخواتي بمحبة المسيح، تبادلوا السلام. حامل خطايا العالم، طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، لكن كل كلمة واحدة فتبرأ بها نفسي. Me.
كارو
peccatoribus. Nunc et in hora mortis, in hora mortis nostri, in hora mortis, mortis nostri, in hora mortis nostri. لنصلي. اللهم أنت رؤوف رحيم وإننا نبتهل إليك، فحررنا بهذا الغذاء السماوي من قيود ذنوبنا لنكون على أهبة الاستعداد للأعياد المقبلة، بالمسيح ربنا الذي يحيى ويملك إلى أبد الدهور. آمين. قبل ما نختم هذا اللقاء وهذا القديس، خلوني أعبر عن شكري لعائلة فرانسوا الحاجة اللي دعتني مش كمطران اللاتين بس كصديق تحتفل بهذا القديس. وحيي كل الأشخاص اللي موجودين من قائد الجيش، من الممثلين، الرؤساء، من كل واحد بيناتكم يلي بعدكم عم تعيشوا هذه الذكرى بكل محبة بكل وفاء. وعيدكم من هلأ بعيد الميلاد، هذا عيد الميلاد يلي كتير أشخاص بيقولوا مش رح نقدر نعيده لأنه الأوضاع الاقتصادية منا منيحة، بس بالعكس اليوم يلي عم نشوفه بوجود الشعب اللبناني يلي عم يتكاتف كله من وين ما كان يكون حتى يهتموا ببعضهم، بفتكر انه باخذ الامر هالسنه عم نعيش مع بعضنا روح الميلاد الحقيقيه، وين كل واحد يلي عنده قليل عم يعطي للي عنده اقل وعم بيساعد حتى كلنا نكون عم نعيش بدفى، نعيش نحن وعم ناكل نحن وعم نضلنا عم نكبر كعائله وحده بهذا الوطن. ربنا يعطينا دايماً إنه نعرف نعمة من لبنان، بلد بدل على وجوده بين الناس، وهون فعلاً مجد لبنان هو للرب وفقط للرب. آمين. الرب معكم. ومع روحك أيضاً. يبارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن وروح القدس الإله الواحد. آمين. اذهبوا بفرح وسلام المسيح. الشكر لله.
تنزل أمام المسبح. Laudate Dominum, Laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, Laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Sabbihi Rabba, Sabbihi Rabba, ya jami' al-umam, Alleluia. سبحي ربا سبحي ربا يا جميع الأمم هللويا سبحي الله سبحي الله في قدسه سبحي يا جميع الأمم هللويا سبحي ربا سبحي ربا 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 يا جميع الأمم هللويا